السلام عليكم. وقفنا الفيديو اللي فات لحد الديستريبيوشن بتاع البابليك ادريس سيستم، والنهارده ان شاء الله هنتكلم عن التيبس اند تريكس. هنفتح شويه كتالوجات عن البابليك ادريس عشان نفهم اكتر ازاي بنوزع السماعات وبنختار السماعات على اساس ايه، وزي ما قلنا هنعرف يعني ايه دي بي، وبحدد الدي بي بتاع السماعه ازاي بالنسبه للمكان. نفتح اول كتالوج معانا. اول كتالوج Voice Evacuation System، وده من شركه System Sensor. هنفتح كده الكتالوج ونبص واحده واحده. هتلاقيه بيتكلم في الاول كلام نظري شويه، يعني ايه ساوند زي ما قلنا في الاول خالص. هو عباره عن موجات تضغط وتخلخل بتمشي في الهواء لحد ما توصل للاذن وهكذا. بعد كده بيعرف الساوند بريشر ليفل اللي هو الاس بي ال، الكلام ده كله نظري طبعا. وبيستنتج المعادله الرياضيه بتاعه الديسيبل او بتاعه الدي بي. طبعا احنا مش هنبص للمعادله ديت، احنا هناخد حاجات معينه او النتيجه النهائيه يعني. بعد ما عمل شويه معادلات استنتج المعلومات دي، بيقول لك لو عندك سماعه 1 واط بتغطي مسافة 10 فيت هيبقى الديسيبل بتاعك 85 ديسيبل. طيب لو ضعفنا الوات لنفس المسافة هنلاقي ان احنا قدرنا نزود 3 ديسيبل، كانت 85 بقت 88. طيب لو سبت الوات زي ما هو بس ضعفت المسافة هتلاقي ان الديسيبل بيقل 6، كان 88 بقى 82. يبقى لو ضعفنا الوات الديسيبل هيزيد 3، لكن لو ضعفنا المسافة الديسيبل هيقل 6. لازم نحط المعلومتين دول قدامنا واحنا بنعمل ديزاين للبابليك ادريس سيستم او واحنا بنوزع السماعات، عشان هنبقى محتاجين ان احنا نحقق ديسيبل معين في المكان وعندنا سماعة ليها وات معين. فعن طريق المعلومتين دول هقدر ان انا احقق الديسيبل اللي مطلوب في المكان. نكمل كده مع الكتالوج. هنلاقي هنا بيتكلم عن الكودز والستاندرد اللي بيعتمد عليها البابليك ادريس سيستم. طبعا ده كله كلام نظري اللي محتاج يقرا. وهنا بقى بيديك كل مكان والافريج امبيانت ساوند ليفل بتاعه قد ايه، البيزنس اوكيوبانسز، الاديوكيشنال، الاندستريال وهكذا، وكل واحد قدامه الديسيبل بتاعه. اكيد حد منكم بعد الفيديو اللي فات سأل وقال انا هستفيد ايه من الديسيبل، او ازاي هحسب الدي بي بتاع المكان واختار على اساس ايه. فالجدول اللي فات دوت بيقول لنا الكلام دوت. عندنا بقى حاجة هنا بالنسبة للسماعات اسمها الـ Coverage Area أو الـ Coverage Angle، اللي هي الزاوية ديت، الزاوية بين المكان اللي الديسيبل فيه 81 وبين المكان اللي الديسيبل قل فيه 6، يعني بقى 75. مش شرط يبقى 81 يعني 75، بس هي الزاوية بين المكان اللي الديسيبل قل فيه بمقدار 6، هي دي اسمها الكفرج انجل. ودي طبعا هتفيدنا واحنا بنوزع السماعات، عشان احنا بنحاول نعمل اوفرلاب بين السماعات عشان الاس بي ال او مستوى شدة الصوت يكون ثابت في المكان كله. ده برضو كلام نظري اللي حابب ان هو يقرأ. وتعريفات بقى للديسيبل والفريكوانسي والهرتز وهكذا. تقريبا كده احنا مش محتاجين حاجة من الكتالوج دوت تاني. نخش على تاني كتالوج. الكتالوج دوت من شركة تو. تعالوا نشوف بيتكلم عن ايه او ايه المعلومات اللي احنا محتاجينها منه او هنستفاد بيها من الكتالوج دوت.
برضو هنا في الأول بيتكلم كلام نظري شوية، كلام أكاديمي، في ناس بتحب تقرأ هيلاقوا كلام كتير ممكن يقرأوا فيه. هنا خطوات تصميم السيستم بيشرحها بشكل نظري. بعد كده بيتكلم على الابليكيشن بتاعة البابليك ادرس سيستم، وفي شابتر 3 بيتكلم عن انواع السماعات اللي احنا اتكلمنا عنها اثناء الشرح، دي السيلينج وديت الول وادي الهورن سبيكر. بعد كده دخل على الاوديو بيزكس، بدأ يشرح الدي بي او الديسيبل والساوند بريشر ليفل الاس بي ال وعلاقتهم بالفوليوم وهكذا، بقى الكلام نظري كتير. بعد كده دخل على السبيسيفيكيشن بتاعت السبيكر، طبعا الحاجات دي كلها هننزلها على الجروب الخاص بالكورس بتاعنا. وادي الكفرج انجل اللي كنا بنتكلم عليها في الكتالوج اللي فات. بعد كده هنا بيتكلم ازاي نعمل ديستريبيوشن للسماعات، وطبعا الكفرج انجل دي مهمة جدا واحنا بنعمل الاوفرلاب بين السماعات اللي عندنا. وهنا بقى بيشرح طرق الاوفرلاب، لو وزعنا بالشكل دوت هنا مفيش اوفرلاب بين السماعات، بالتالي في أماكن هتبقى ديد أو الصوت فيها قليل جدا ضعيف جدا، لو في حد في المكان دوت مش هيقدر إن هو يفهم الكلام اللي بيتقال. لو وزعنا بالشكل دوت عملنا أوفرلاب بين السماعات هنا مينيمم أوفرلاب. في طريقة تانية اسمها LG 2 سنتر دوت أوفرلاب بشكل أكبر شوية، وهكذا على حسب الأبليكيشن اللي عندك محتاج شد الصوت قد ايه. وهنا بيتكلم عن الامبليفاير سيلكشن وازاي تختار الامبليفاير، طبعا زي احنا كنا شرحنا ازاي نختار الامبليفاير وبنحدد الريتنج بتاعه على اساس ايه. بعد كده دخل على السبيكر ابليكيشن وبيتكلم عن الابليكيشن بتاع كل سماعة بستخدمها فين، وبيدي بقى مواصفات للسماعة نفسها، السبيسيفيكيشن بتاع السماعة ديت هنتعرض لها أكتر في الكتالوج اللي جاي، وهنشوف السبيسيفيكيشن بتاع كل سماعة. وهنا بيقول لك بقى على حسب، يعني عشان تعمل اوفرلاب هتشوف انت هتختار أي طريقة للاوفرلاب، سواء نو اوفرلاب مينيمم اوفرلاب بالطريقتين بتوعه او الادج تو سنتر اوفرلاب على حسب ارتفاع السماعه بالنسبه لطول الاشخاص في المكان، هتقدر تعرف الكفرج اريا بتاعها قد ايه، فبالتالي هتقدر تعرف هتحط المسافه بين السماعات قد ايه، وده برضو بالنسبه للنوع دوت من السماعه. وادي نوع تالت وهكذا بقى. لو جرينا شوية نشوف حاجة جديدة، كده احنا خلصنا الكتالوج دوت. برضو هنقف لحد هنا في الفيديو دوت، والفيديو اللي جاي ان شاء الله هنتكلم عن اتنين كتالوج تاني، ونعرف ازاي نطلع السبيسيفيكيشن بتاعه السماعة وبنختارها ازاي بالنسبة للدي بي بشكل تفصيلي اكتر شوية. شكرا.